وليدها صابي صغير عنده شهرين ودلوستا، اش بغاو عندهم؟ تعداو عليهم، اش بغاو عندهم؟ اش بغاو عندهم؟ اش بغاو عند الناس مساكنة؟ اش بغاو عندهم؟ قالك عليهم مع الربعة، احنا ماشي، احنا جينا من العربية طلع النهار تال 11 وقعد عجينا، شوف مساكن مالهم، الله يعلم علامات الحق. بنتي انا واش نقول لك، انت يكون عندها واش 25 و26، ما محقاش في العمر ديالها دابا، انا ما نعرفش لاكارت ديالها وداك الشيء، وبها الله يعطي الخبر، راه هي توا مرقوب، وهالشي اللي كتب، هالشي اللي كتب، شوف شكون كتب الله يعلم. شهرين ولد بنتي، شهرين يلا زايد عنده شهرين، شهرين هما ستة ناس مجموع، الراجل اللي راجل بنتي قالك تقرب السبيطار عاد مات، الراجل اللي راجل بنتي. الله اعلم، ما عرفنيش دابا، تيقول لكم مع من حبابهم قتل وعم عندهم، شكون اللي قتل الراجل بنتي؟ ناض قتل هم ورمتهم، الله اعلم، جا شي واحد اخر قتلهم، الله اعلم، ما نقولش ما نقدرش شي حاجه، اللي ما شايفاش بعيني ما نقدرش ندي تقليده، اليوم دنيا وغدا اخيرا ندي تقلي عليا، مشى ناشط عدي وضحكنا ولعبنا وتعشينا وجا ضاحك وعقلنا لي دارت النعس، قال لك لا جو ناشط وجا ضاحك، ما في راسي حتى حاجه، الا دار شي حاجه وقتل عائلته الله اعلم، ما نقدرش نحصي شي كلمه نقول حاصيه شي، ما بين والو ولا عارف القانون شي حاجه، وما قالش لي الله اعلم، ما صرحش لي، عيت ما نعاورت ما صرحوش لي، الله يرحمهم الله يوسع عليهم، الله يرحمهم ساكن الله يصبرهم على ليلتهم يا ربي على سؤالهم، يا ولا بنيتي راه ما سخيتش بك، يا ولا بنيتي راه عزيزه عليا بزاف، عزيزه عليا بنيتي بزاف بزاف، معزتها وحدها، نيتي راه انا ما سخيتش بك، نيتي راه انت حرقتيني وشويتيني. حنا دابا من العائله ديال البنت، ملي جينا الخبر اللي سمعنا قال قتلوا العساس وقتلوا الكلاب، وعاد هما يمكن عاد قتلوهم، اما هو العساس والكلاب راه قتلوهم في الارض، هما سبعه الناس العساس ونور الدين ومراته والوليد الصغير عنده شهرين، وولد اخته وامه وباه، سته في الدار والعساس والسبع في الارض. لا انا كنسكن هنا تحت في سميتو هكذا، لان الناس ديالتي في تما هادو، انا كنسكن غير هنا قريب، ملي سقنا الخبر ولينا جينا عندهم، الله غفر لنا ولهم، الله غفر لنا، الله ياخذ الحق في هاد الناس اللي داروا هاد الجريمه، الله ياخذهم الحق. أنا كنسكن في حي الرحمة في سيكتور سي، وسمعت الناس بزاف اللي تيقولوا بأن ما واحد الجريمة شنهاء وقعت هنا في حي الرحمة قرب هذا الجامع ديال الكاريان، قرب الكاريان، هذا الحي معروف بحي الكاريان، وهما راه كيقولوا ستة ديال الناس اللي توفوا، وهما عائلة واحدة، من ضمنهم رضيع في العمر ديالو تقريبا 4 شهور على قول الناس، ومنهم العساس. وهذه راه جريمه شنعاء، وهذا الحي هذا حي شعبي، راه ما فيهش شي الكاميرات، ما فيهمش شي الكاريطات ديال العساسه، ما فيهمش لي سكيريتي، يعني راه مشكله وصافي، راه غير ربي لا بغى يستر وصافي، هما هذه الاحياء الشعبيه راه خطيره، انا في العمر ديالي 60 سنه وما عمري سمعت بهذه الجريمه الشنعاء بحال هذه، وكنطلبوا من الله. لقيت الناس بزاف كثيره كاع، الناس بزاف ما تلقاش شي حتى منين تدوز، حتى يبرى لا تحت لك ما تلقاهاش، كانوا الناس هنا بزاف كاع، والامن صلاح النبي راه خدام، راه كثير وموجود، والناس راه كتبكي اللي من العائله ديالو ولا من العائله ديالو، انا براسي ابكيت، انا اللي قاعد عادي مني وغير سمعت بهم وجيت نشوف، وملي شفت هاد الحاله وشفت هاد الشيء بعينيا راه انا بكيت،
وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يبين الحق في القريب العاجل باذن الله.